لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Thank you.
Thank you.
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
والذاكرين الله كثيرا فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم
رطبا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله.